لما بعث الله سبحانه وتعالى الرسل صار عندنا المصالح على قسمين. القسم الأول مصالح دنيوية، وهذه متفق عليها، يفتقر الإنسان إلى جلبها، طعام والشراب والزواج وإلى النوم. وهناك مفاسد دنيوية عكس هذه الأشياء، إنسان لا يستطيع أن لا ينام، مفسدة تقتل هذا الجنس البشري، لا يستطيع أن لا يأكل، تقتل هذا، تبيد هذا الجنس البشري، لا يستطيع أن يمنع عنهم الزواج كافة، يفنى هذا الجنس البشري. فهناك مصالح دنيوية ومفاسد دنيوية، لو ما كان هناك دين تعرف بين الناس، لأن هذه مفسدة وهذه مصلحة. والقسم الثاني من المصالح والمفاسد يتعلق بالدار الآخرة، بينتها الرسل، لا تعرف إلا من خلال الرسل. يعني لو ما جاءنا رسول لا نعرف أننا إذا آمنا ندخل الجنة، وأننا إذا كفرنا ندخل النار. فلما جاء الرسل انقسمت المصالح إلى دنيوية وأخروية، والمفاسد إلى دنيوية وأخروية. والمصالح والمفاسد ليست على الإطلاق حتى التي تعرف من جهة العقل أنها مصلحة، لأن من المصالح ما يحكم بها العقل أنها مصلحة، وفي الشرع منعها لعلة أو حكمة. ومن المفاسد يحكم العقل على أنها مفسدة، وجاء الشرع بين أنها مصلحة. فعندما نقول مصلحة دنيوية مفسدة دنيوية يحكم عليها العقل، ليس على الإطلاق. لو أن إنسان عنده مال وأراد أن يتزوج 10 نساء وينجب الأولاد، العقل يحكم أن هذا شيء حسن وأنها مصلحة، لكن جاء الشرع بمنع فوق 4 لحكم وعلل بينها الشرع، ستذكر في أوانيه.